السلام عليكم. شايفين الصورة بنات؟ اليوم حنشتغل على الملزمة حقة الورد عشان تكون مشتملة على كل الجزئين اللي احنا بنكملها اليوم ان شاء الله. وقفنا المرة اللي فاتت عند العوامل المحددة للأهداف، وقبلها قلنا إنه الأهداف تختلف حسب الزمن، حسب درجة التطور والإبداع، حسب الطبيعة الموضوعية للهدف. وقلنا إنه مهما اختلفت أهدافها تمام، لابد إنه تكون الأهداف إيش مترابطة مهما تنوعت الهدف، من حيث الزمن، من حيث الطبيعة، من حيث أي شيء، لابد هذه الأهداف تمام لازم تكون تكمل بعضها البعض، لابد أنها تكون مترابطة. يعني بمعنى إيش؟ زي ما هو كاتب لك، على الرغم من تنوع الأهداف وتعدد أنماطها إلا أنها تتسم في نسقها العام بالتفاعل والترابط، لأن كل هدف يكمل الهدف الثاني، كل هدف في مرحلة يؤديني أني أنتقل للمرحلة اللي بعده وأحقق أهدافها، بالتالي إلين ما أحقق رسالة المنشأة أو الإدارة. كل هدف لابد أن يؤثر بالهدف الآخر، لازم تكون كلها مترابطة مع بعضها وتأثر ببعضها وتكون متناسقة مع بعضها، ما في ازدواجية، ما في تعارض في الأهداف، فهذه من مزايا الأهداف الجيدة. طيب، إيش العوامل المحددة للأهداف؟ قبل لك عندنا مجموعة من العوامل تمام اللي احنا بناء عليها اقدر اقول هذا الهدف كويس ولا لا، ايش اللي يخلي هدف معين كويس وايش اللي يخلي هدف معين يعني يكون مستواه اقل. طيب، ايش يعني كلمة كويس؟ يعني ايش الاشياء اللي تأثر على فعالية وكفاءة انك تكتبي هدف، تشكل الهدف، ايش هي؟ قل لك اول شيء فيها عوامل فردية. العوامل الفردية طبعا تتعلق بايش؟ بمستوى التعليم والخبرة، فطبعا انتوا كلكم عارفين كل ما زادت خبرة العاملين تمام، كل ما كانت الأهداف حقتهم أكثر واقعية، أقرب للصحة. إذا بعد كذا إذا كان كل ما زاد يعني زي ما نقول تعليم الأشخاص، كل ما كانت أهدافهم أكثر واقعية وأكثر فعالية. شخصيات الأفراد، درجة النضوج حقتهم تؤثر في الأهداف اللي يحددونها أو إيش يقبلون العمل من أجلها. كل ما كان في نضج كل ما كان الوضع أفضل، لأن هذه الأشياء هي اللي تأثر لنا في أهدافنا. كمان اتجاهات الأفراد، اهتماماتهم، هذه كلها تأثر تأثير في الأهداف اللي إيش اللي يبغونها. فإذا كان في مجموعة من الأفراد اللي مثلا يحرصون على الأداء المتميز تمام، وهذول الأشخاص يتفقون مع بعض مصلحتهم واحدة، فحنلاقيهم إنه أهدافهم إيش تكون مترابطة وتكون مختلفة عن فئة أخرى اللي مثلا تكون اهتماماتهم بس في نطاق ضيق. فهذه الأشياء كلها تأثر على إيش؟ كلها عوامل فردية لكنها تأثر على مستوى الهدف، على التفكير في تنفيذ الهدف، على طريقة كتابة الهدف، على مدى مقربة الهدف من الواقعية والصحة. هذه العوامل الفردية. طيب، بس هي هذه العوامل الفردية استغناء، في عوامل ثانية، في مؤثرات زي ما قلنا، مؤثرات تنظيمية، إيش فلسفة الشركة، الشركة إيش تشوف تمام، هي تخلي مثلا الأفراد يشاركون فوق على الأهداف ولا ما يشاركون تمام. إذا درجة المشاركة فوق على الأهداف هذه داخلة فين؟ فلسفة الشركات تمام. عندنا المهارات الإشرافية، الرؤساء
إيش المهارات اللي هم يتميزون فيها، وقيادات المهارات القيادية، كيف يتصلون بالآخرين، كيف يقدرون يجمعون معلومات، إيش درجة استفادتهم من وجهات نظر الأفراد الموظفين عندهم ومن خبرات الموظفين عندهم. هذه كلها تأثر على وضع الأهداف. طيب بعد كده عندنا شيء مهم اللي هم نظام الحوافز. كل ما كان في نظام للمكافآت اللي يعني تأديها المنظمة يعني حيكون هذا. احنا عارفين ان المكافآت هذا الشيء يعني مرغوب من الجميع، تشجع على الأداء الجيد والإنجاز، تساعد على تحقيق الأهداف، على كتابة الأهداف بطريقة فعالة. بعد كده تجي عندي مؤثرات بيئية. يعني إيش مؤثرات بيئية؟ زي ما هو كاتب لك هنا، هذه المؤثرات عشان تطلع لكم الصورة. المؤثرات البيئية قلت تتمثل في مدى حاجة المجتمع لهذه الخدمة اللي انت بتوفرونها. هل المجتمع هو فعلا محتاج هذه الخدمة، ولا هذه الخدمة ممكن للخدمات اللي انتم بس بتوفرونها ولكن احنا ما نكون محتاجينها؟ طيب ايش مدى توفر الموارد المالية والبشرية؟ قديش انتم عندكم استعداد انكم تدفعون على تنفيذ هذه المشاريع؟ مين عندكم اشخاص مؤهلين، افراد يقدرون يقومون في هذه العملية او يشتغلون في هذا المشروع؟ طبعا من المؤثرات البيئية زي ما نقول تأثير جماعة الضغط والمصالح اللي احنا قبل كده تكلمنا عنها، يتأثر كثير في اتجاه الأهداف، يطلعون لك مجموعة على حساب مجموعة، يشجعون أهداف معينة لأن وراها، لأن هذه الأهداف تخدم مصالح فئة معينة. أيضا من المؤثرات اللي في البيئة وضع البيئة التنافسي، وضع المشروع في المحيط اللي هو فيه، الخدمة اللي قدمها. زي عندنا دحين عندنا موبايلي، عندنا الاتصالات، عندنا زين، هذه أوضاع تنافسية. تمام، هذه من المؤثرات حق البيئة اللي تأثر في أنك تكتب الهدف وتكتبه وتصيغه بطريقة جيدة تسعى تحقيقه. تمام، بعد كده تيجي نطلع من نطاق المؤثرات البيئية. الحاجة عالمية على مستوى الايش، العالم كله. ايش الاوضاع المالية في العالم؟ ايش التطورات والتقنية اللي احنا وصلنا لها عشان نكتب اهدافنا وتكون متفقة معاها؟ تمام، طيب ايش وضعنا بالنسبة للمعايير الدولية اللي حاطينها، معايير الجودة، ايش الوضع بالنسبة لها؟ هذه كلها تأثر لي وانا قاعدة احدد اهدافي. ايش الاجواء السياسية؟ احنا مستقرين ولا عندنا حالة حرب؟ ايش علاقتنا بالدول؟ هي علاقات صداقة ولا علاقات متشاحنة ولا ايش؟ هذه كلها تأثر لك وانت تحطي الخدمة اللي بتسوينا وتحطي الاهداف اللي تتسرين لها. تمام، اذا هذه كلها اشياء تأثر لي على الايش، على نظام اهدافي، على طريقة كتابتها، على السعي اني احققها اساسا. طيب بعد ما حددنا كل مواصفات الأهداف، بعد ما تكلمنا عن إنه من الأطراف المستفيدة، العوامل اللي تحدد للأهداف، كيف أفرز الأهداف، الآن عندنا شيء اسمه ديناميكية تكامل الأهداف. يعني إيش ديناميكية تكامل الأهداف؟ يعني بنات إنه إيش وضع الأهداف؟ تمام؟ إنه الأهداف هذه تكون إيش؟ متكاملة، مستمرة، متفاعلة. تمام؟ أنا منظمة أو دائرة حكومية، أنا ما أشتغل لحالي، أنا أشتغل مع بيئة، فبالتالي أنا أعطي البيئة خدمات وأخذ منها خدمات، صح ولا لا؟ أنا متفاعلة مع البيئة. عشان كذا يقول لك عندنا هنا عندنا منحنيين. منحنى الأولاني، تمام، إنك أنت أهدافك تتفق مع أهداف البيئة. يعني أنت ما وجدتي وسبب وجودك هو إنك تقدمي خدمة للبيئة، وتقدمي هذه الخدمة انت حتستفيدين منهم وهم حيستفيدون منك. بالتالي لازم انه تكون المنظمة او الادارة حريصة على انها ايش، تفيد وتستفيد من ايش، البيئة اللي هي موجودة فيها. توظف الابناء المنطقة هذه في مشروعها،
تعطيهم تحقق لهم أحلامهم في الوظيفة، تقدم لهم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه، في نفس الوقت هي تحقق أهدافها. بالتالي لازم إنه يقول لك دائما يقول لك لازم العمل على التوافق ما بين أهداف المنظمة وأهداف المجتمع أو المحيط اللي هي فيه، ولازم هذه الأهداف تكون منسجمة من بعض، ما تتعارض أهدافك مع أهداف المكان اللي أنت موجودة فيه، لازم تكون مصالحكم واحدة. هذا لما نتكلم عن وضعك كمنظمة مع البيئة الخارجية. كمان ترى في منحنى ثاني مهم ولازم تنتبه له، وضعك الداخلي، الهيكل التنظيمي حقك، تمام؟ إيش وضعك؟ إيش الإدارات اللي عندك؟ مثلاً أنا عندي الإدارة، عندي المخازن، عندي المحاسبة، عندي إدارة شؤون الموظفين، عندي، فاهمين؟ يعني إيش الهيكل التنظيمي اللي أنت فيه؟ اشتغل على إيش؟ على وضعك الداخلي كمنظمة أو كوزارة. إذا تعمل المنظمة على صعيدها الداخلي، يعني إيه؟ يعني تشتغل على إداراتها الداخلية، على هيكلها التنظيمي، وكل إدارة إيش أهدافها، ولازم كل أهداف الإدارات تكون مكملة لبعضها ومتناسقة مع بعضها، ما في الزواجية ولا في تعارض بينها، بحيث أنها تحقق أو في الآخر تحقق هدف المنظمة، تحقق الهدف اللي أنا عشانه فتحت هذه الإدارة أو قدمت هذه الخدمة، تمام؟ طيب إذا اشتغلنا على المنحنى الأول، وضعنا مع عناصر المحيطة فينا، عناصر البيئة المحيطة فينا، وأخذنا أهدافهم في الاعتبار ودمجناها مع أهدافنا وحققنا بينها انسجام، وبعدين رجعت واشتغلت على وزارتي من الداخل، ضبطت الإدارات حقتي ووضعت أهدافها بطريقة تكمل بحث، بالآخر إحنا كلنا هنحقق رسالة المنظمة. إيش ينشأ عن هذا الشيء؟ قال لك إنه من شأن هذه الآلية، تمام، إن تخلي عملية تحديد الأهداف عملية متواصلة، إنك على طول تشتغلي في إيش؟ بإنك تحددين الأهداف في كل إدارة من عندك، وعلى طول أنت أخذ في بالك الاعتبارات البيئية اللي أنت تشتغلين فيها، وهم إيش محتاجين منك وأنت إيش محتاجة منهم. طيب هذه كلها أقول لك تحدد للمنظمة المرونة في التكيف مع المستجدات، يخليكي أنت على استعداد إنك أي حدث طاري أنت عندك مرونة وتقدري تتعاملي معه، ما يتعطل عملك أو إنه يتوقف مشروعك، تقدري تعدلي أشياء بسيطة بحيث إنك يتكمل مشروعك، تمام؟ طبعاً هذه المستجدات أو الأحداث ممكن تكون على المنحنى الأول اللي هو إيش؟ تعاملي مع البيئة يعني الخارجي، تمام؟ وضع الخارجي. ممكن تجيني أحداث داخلية من المنحنى الثاني اللي هو المنحنى الداخلي، ممكن تصير عندي أحداث مفاجئة في الداخل، تمام؟ طيب هذه الأشياء إذا أنت كنت على طول مشتغل على أهدافك وترتبينها أول بأول، هذا ممكن تلاقين إنك والله وانت قاعدة في طلعت لك فرصة جديدة استغليها، اعملي اهداف مستجدة، تمام؟ او عندك اهداف معينة متكررة الغيها او عدليها، بالتالي هذا يسفر عن ايش؟ ظهور اهداف مستجدة وفرص انت تستغلينها، او انك تصرفين النظر عن بعض الاهداف الموجودة، تمام؟ أو تقديم أهداف لها درجة كبيرة من الأهمية، يعني مثلا تلاقين مثل رتب الأهداف حقتك ألف باء جيم بكيتم، لا جيم هذا المفروض يجي مكان ألف، أخلي ألف شوية آخر شوية. هذا ليش؟ لأنك أنت قاعدة تشتغلين بصفة مستمرة على أهدافك، وهذه كلها مؤشرات تأكد لك أنه هذه المنظمة قادرة على أنها تتطور، قادرة على أنها تستمر، قادرة على أنها تتكيف مع الظروف المتغيرات اللي هي متمر فيها وتستفيد من الفرص اللي تتاح لها وتتجنب الأحداث اللي ممكن تأثر عليها. واضح؟ طيب أنا متى أقول إنه الأهداف هذه مرة كويسة؟ متى أقول إنه نحن نتكلم عن خصائص الأهداف؟ يمكن استخلاص إنه أهم الخصائص الفعالة للأهداف عشان تقولين هذا الهدف، هذا هدف كويس أو هذا الهدف ما هو كويس. قلت أول شيء الوضوح، لازم الهدف يا بنات يكون واضح، إذا ما كان الهدف واضح أنت ما حتعرفي تحققينه، ولا تعملي خطوات، ولا تعرفي تجزئين الأهداف الصغيرة، تمام، ولا تعرفي حتى تعملين عملية تقييم. بالتالي أول شيء لازم تكون الأهداف محددة واضحة موضوعة في صورة رقمية، تمام، معروفة كيف وكم ومتى، هنا يكون الهدف واضح، تمام، كاتبة أنت كل المعلومات، كلفني قد كذا، أبدأ في الوقت الفلاني، أنجز في الوقت الفلاني،
فترة زمنية قدرها كذا حيكلفني قد كذا. إذا هنا تكون الأهداف محددة وواضحة. ثاني شيء إن تكون الأهداف مكتوبة. مهم تكون الأهداف مكتوبة. ليه؟ عشان نقدر نراجعها. لو جاء عندنا مشكلة نرجع للأهداف المكتوبة. نشوف الغلط من الرئيس ولا من المرؤوس. نسترشد بهذه الأهداف المكتوبة وإحنا ننفذ. أهدافنا 1 2 3. ننتبه إذا صار في انحراف عن الهدف المنشود. لازم كل مدير أو رئيس لابد إنه إيش يوضح الأهداف هذه. لازم كل رئيس يوضح الأهداف لمين؟ للأفراد اللي هم تحت إدارته. كيف تتحقق هذه الأهداف؟ إيش الفترة المطلوب فيها تحقيقها؟ إيش الهدف اللي أحقق هذا عشان أكمل الهدف الآخر؟ إيش الهدف اللي أبدأه؟ إيش الهدف اللي أجله شوية؟ لابد من خصائص الأفراد الأهداف بنات إنها تحمس الناس. لازم تكون هذه الأهداف تخلق في الأفراد حماس نشاط إنهم إيش يعني يتنافسون على تحقيقها لأنها محمسة لهم، تديهم دافع، تديهم كذا إيش نسميه يعني ما أعرف إيش نسميه بس يعني تديهم دافع إنهم يسعون لتحقيق هذا الهدف لأنه جاي يعني بطريقة تخدمهم وتخدم المنظمة، يعني تخليهم يبذلون جهد عشان يحققونه. كمان من الأشياء المهمة لازم إنك تحددين الأهداف حقت كل وظيفة. الوظيفة الفلانية أهدافها 1 2 3 تمام. الفرد أو الموظف الفلاني أنت مهمتك إنك تحقق لي الأهداف هذه، مهمة الثاني إنه يكمل عليها. ما أجي أقول الوظيفة المحاسب أهدافها 1 2 3 تمام، وظيفة قسم المحاسبة أحط لها أهداف أخرى. لا، لازم الوظيفة أهداف الوظيفة تتفق مع الأهداف المطلوبة من الشخص اللي حيشغل هذه الوظيفة. لا بد، هذا شيء جدا مهم من أهم الخصائص عشان تقدر تحط الشخص المناسب في المكان المناسب. لازم كمان من الأهداف إنها تكون الأهداف مو خيال، مو على الورق مكتوبة بطريقة منسقة وكويسة وكذا وأجي أطبقها. أنا ما أقدر أطبقها. لازم إن تكون الأهداف واقعية قابلة للتحقيق متدرجة في الصعوبة عشان ما يحبط الأفراد. إذا بديهم هدف مستحيل مرة صعب، لكن أبدأ أدرج لهم الهدف البسيط بعدين الخطوة اللي بعدها أصعب وأصعب 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 لين لما نجي نحقق الهدف الكبير. لازم الأهداف تكون واضحة وتبين لي في وسط الأهداف أنا كيف أحققها، كيف إيش الخطوات اللي أنا أتبعها عشان أحققها. لازم ما يكون فيها ازدواجية ولا تداخل، ما تكون متعارضة ولا متناقضة. لازم تكون مرنة بحيث أنه إذا صادفتني أي أشياء طارئة أقدر أتصرف فيها، أقدر أعدل فيه. إيش نسميه التعديل فاكرينه؟ تقييم ولا تقويم؟ تقويم فاكرينه؟ أعدل. لازم الأهداف هذه تكون موجهة نحو التطور، نحو أحداث تغير إيجابي تمام. مو بس أنه تكون أهداف يعني أنها تحقق لي نوع من التوازن كده. أنا حاول أني أرقى في المنظمة اللي أنا فيها، أرقى في الخدمة اللي أبغى أقدمها. لازم الأفراد كلهم يشتركون في تحديد الأهداف لأنه هذا مهم. كل ما شاركتي الموظفين اللي عندك أو الأفراد اللي معاك في حط الأهداف يكونوا كلهم حريصين على أنهم يحققون الأهداف اللي هم حطوها عشان يثبتوا أن وجهة نظرهم صح. لازم يكون كمان المدير أو الرئيس أو المسؤول يكون عنده نظرة إيجابية نحو الأهداف، أهداف إدارته، عشان إيش؟ يكون هو كمان يقدر يتحمس ويحمس الموظفين اللي تحت إدارته. وطبعاً مهم جداً إنه الأهداف تكون متوافقة مع أهداف المجتمع. لازم تكون مراية الأعراف حقتنا يعني متماشية مع القيم والمبادئ اللي تكون في دولة مختلفة عن دولة أخرى. واضح؟ هنا نكون خلصنا الجزء اللي يخص الأهداف. طيب بعد كده حنجي على جزء سهل كمان من الأجزاء الجميلة والسهلة. نجي حنمسك الموازنة الصفرية اللي حنستعملها وإحنا نوزع النفقات.
كيف أجي أقيم مشروع على مشروع ثاني، أية اللي أحط له مصروف أكثر، كيف أطالع للمشاريع، أية الأولى المشروع القديم ولا المشروع الجديد. هذه تعلمنا إياها الموازنة الصفرية. إذن الموازنة الصفرية أول ما نبدأ فيها حنقول إيش هي الموازنة الصفرية. قال لك إنه فيه جملة من الأساليب أو الوسائل اللي أنا أطبقها لما أجي أقيم المشروع العام، وهذه كلها إحنا تكلمنا عنها قبل شوية صح؟ زي بحوة العمليات، النماذج الرياضية، تحليل النفقة والمنفعة، فاكرينها؟ كمان ترى منها من هذه الأساليب أسلوب اسمه الموازنة الصفرية اللي إحنا حندرسه دحين. طيب؟ وهذا اللي حنتكلم عنه، وحنشوف كيف قواعد توزيع النفقات العامة، نفقات الدولة. الدولة ما عندها بس قطاع واحد، عندها قطاعات كثيرة. كيف حتوزع هذه النفقات؟ مين الأولى؟ حنبدأ نشوف الموازنة الصفرية. الموازنة الصفرية قل لك هي بعد زيها زي الثاني، وأداة من الأدوات أو الوسائل اللي أنا أستخدمها عشان أقيم مشروع معين. إيش هي؟ عبارة عن إيش؟ قل لك هي الفكرة حقتها، تمام، المفهوم العام. الموازنة الصفرية تقوم على أساس أنه لازم يا جماعة نعمل مراجعة وتقييم شامل لكل المشاريع اللي احنا بنصرف عليها، سواء المشاريع الجديدة اللي لسه هنبدأ فيها ولا المشاريع القديمة اللي أنا قاعدة أشتغل فيها. وعشان أطالع لها بنظرة إيجابية وأطالع لها بنظرة محايدة، لازم يا جماعة ما أجي أقول المشاريع القديمة أولى وما أصرف على المشاريع الجديدة، ما أجي أصرف على المشاريع الجديدة وأسيب يعني أصرف على المشاريع القديمة أقول قيد أنا خلاص بدينا فيها خلونا بس نصرف عليها لين نخلصها وأنسى المشاريع الجديدة، بالتالي أنا كل ما أتطور. لكن أنا عشان أوزن الموضوع هنا وأحدد مين الأولى فيهم، أنا أطالع لهم الاثنين من نقطة الصفر. اللي يبغاني أصرف وأعطيه جزء من الميزانية لازم يقدم لي مبررات للبرامج القائمة وكأنها برامج جديدة، تمام؟ لازم تقدم لي مبررات للبرامج القائمة. شوفي، تقديم مبررات للبرامج القائمة كأنها برامج جديدة. تبدأ البرامج جميعها من نقطة الصفر. عشان كده احنا قلنا ايش هذه الموازنة الصفرية. اذا الموازنة الصفرية هي ايش؟ هي عنصر او بعد من ابعاد التقييم، وسيلة من الوسائل اللي انا اعمل عليها التقييم. ولكن فكرتها قالت أنه يجب إجراء مراجعة وتقييم شامل لجميع البرامج والمشاريع اللي تنفذها الأجهزة الحكومية، تمام، وتقديم المبررات للبرامج القائمة، يعني اللي لها سنة وسنتين وإحنا شغالين فيها وكأنها برامج جديدة، بحيث تبدأ البرامج جميعها الجديدة والقديمة من نقطة الصفر. فاللي يستاهل أني أصرف عليه أصرف عليه، واللي ما يستاهل أصرف عليه أو مبررات ضعيفة وما منه فائدة أوقف الصرف واحتفظ في المبالغ هذه أصرفها على مشاريع مبرراتها قوية، تمام؟ إذن الموازنة الصفرية تنظر للمشاريع كلها بنفس المستوى، ما تميز ما بين المشاريع القديمة ومشاريع جديدة، كلها تنظر لها نفس النظرة على نفس المستوى. واضح؟ فهمت الفكرة الأساسية؟ طيب، طبعا زيها زي أي علم في مجموعة من التعريف، تمام؟ من التعريفات المختصرة قال لك على هي عملية تخطيط وموازنة تتطلب من كل مدير إداري. شوفي، تتطلب من مين؟ المدير الإداري اللي يده في الشغل، إنه يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدأ من نقطة الصفر. ليش قال المدير الإداري؟ المدير الإداري هو اللي يده في الشغل، لكن الرئيس أو الوزير هذا يعني يشرف على كل الإدارة، ولكن اللي يده في الشغل هو المدير الإداري. عشان كده قلنا إن من التعريفات حقت الموازنة الصفرية قالت لك هي عرفها بيتر بيهر على إنها عملية تخطيط وموازنة تتطلب من كل مدير إيش يسوي؟ يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل. هو مو يعمل موازنة تقديرية ويطلب فيها مبالغ مالية عشان يكمل مشروعه، لا،
طيب قل لي إيش المبررات اللي تقنعني إني أنا أصرف عليك، أستمر في الصرف عليك؟ مين اللي يعرف تفاصيل الشيء غير الشخص اللي يده فيه؟ عشان كده المدير الإداري هو اللي يقدم هذه المبررات، مو رئيس الجهة. رئيس الجهة ما يدري، رئيس الجهة يشرف على كل الجهة، تمام؟ عشان كده حتلاقين إنه الموازنة الصفرية نقلت مسؤولية الدفاع عن البرنامج أو المشروع من الإدارة العليا والرؤساء، نقلتها إلى مين؟ إلى الإدارة الوسطى اللي فعلا تشتغل الشغل، اللي فعلا يبدأ في الشغل، هم اللي يعرفوا يدافعوا عن البرنامج، هم اللي عارفين إيش النواحي الضعف والقوة في هذا البرنامج. فبالتالي إذا جينا نعرفها نقول على أنها هي عملية تخطيط وموازنة، تتطلب من كل مدير إداري أنه يبرر جميع محتويات الموازنة حقته بالتفصيل مبتدئا من نقطة الصفر، يعني كأنه مشروعك جديد، كأني ما سمعت عنه من قبل. ألين شيء قال إيش هي؟ قال هي نظام يركز على مراجعة وتقييم وتحليل جميع أوجه الإنفاق. نفس الكلام هذا قال لي، قدموا لي مبررات على جميع الموازنة، محتويات الموازنة اللي انتو قلتوا، وهذا يقول لك راجعي وقيمي وحللي كل الأوجه الإنفاق المقترحة، يعني الموازنات حقتهم اللي هم مقترحينها، وليس فقط على الزيادات الحاصلة، يعني مو بس على المشاريع الجديدة اللي حتزيد على الموازنة، تمام؟ لا، من الأول حتى المشاريع القديمة راجعي احنا ننفق عليها ليش، ايش المبرر، ايش الفائدة، وليس فقط على الزيادات الحاصلة على معدلات الانفاق الحالية، يعني مو بس على المشاريع الجديدة. إذن احنا ننظر للمشاريع الجديدة والقديمة في التساوي. طيب قلت التعريف الشامل لمفهوم الموازنة الصفرية، هي الموازنة اللي تتطلب إجراء تقييم شامل، نفس الكلام اللي فوق، ومنتظم، يعني مراجعة باستمرار لجميع البرامج والمشاريع، شوفي لجميع البرامج والمشاريع اللي تتضمنها وثيقة الموازنة العامة، يعني الميزانية حقتنا الجديدة حقت السنة الجديدة، فيها مبالغ تخص إيش؟ مبالغ تقديرية قدرتها الجهة اللي تعمل المشاريع القديمة، أصحاب المشاريع القديمة، وفيها مبالغ المشاريع الجديدة. أنت عمل تقييم شامل منظم لجميع البرامج والمشاريع، لا تمسك تقول المشاريع القديمة هذه قيدنا درسناها في الموازنة اللي قبل وخلاص، بس نعطيهم قديش باقي لهم، قديش باقي لهم، طب المتى قديش يبغون، كل مرة يقولون باقي لهم شوية باقي لهم شوية، لا خليهم يقدموا لك مبررات تقنعك إنك تعطيهم فلوس جزء من الميزانية، إذا ما قدموها خلاص مبررات جديدة كأنه مشروع جديد، لا يعتمدون على أنه هذا المشروع بدينا نصه مكمل، لا، قولوا لي إيش المبررات. إذن الموازنة الصفرية هي الموازنة اللي تتطلب إجراء تقييم شامل ومنتظم لجميع البرامج والمشاريع اللي تتضمنها وثيقة الموازنة العامة، يعني الميزانية حقتنا. طيب إيش اللي يميز الموازنة الصفرية؟ إيش اللي يميز إنك تيجي تطلب من الأشخاص اللي عملوا ميزانيات تقديرية لهم وقالوا إحنا نحتاج السنة الجاية 2,000,000، واللي قال لك أنا أحتاج 50,000,000، واللي قال لك أنا أحتاج 6,000,000، واللي إيش كيف أنا أعرف إيش اللي يخلي الموازنة الصفرية مرة مناسبة في هذا الموضوع، إني أراجع وأقيم تقييم شامل ومنتظم كل المشاريع زي بعض؟ قال لك أول شيء من خصائصها إنك لما تطلبي منهم مبررات أنت تبدأين من قاعدة الصفر. ليه؟ إنه عند إعداد الموازنة بناء على قاعدة الصفر، يعني المشروع القديم والجديد كله مقدم مبررات، هنا ما يكون هناك أولوية للبرامج القديمة على البرامج الجديدة. هذه أول ميزة، ما يجي أصحاب البرامج القديمة يقولوا إحنا قبلكم، إحنا أول شيء استقطعوا لنا الجزء الخاص فينا من الميزانية حقت الدولة، لا إحنا حنبدأ على قاعدة الصفر، أنا طالع لكم من اثنين زي بعض. إذن عند إعداد الموازنة بناء على قاعدة الصفر ليس هناك، حطي دائرة على كلمة ليس، ليس هناك إيش؟ ليس هناك شايفتها، ليس هناك أولوية للبرامج القديمة على البرامج الجديدة. إن مبرراتها جيدة ومقنعة أنا أعمل له استقطاع أو اعتماد مالي يصرفون منه على مشروعهم السنة الجاية. ثاني خاصية من الخصائص هذه اللي تتميز فيها الموازنة الصفرية إنها نقلت مسؤولية الدفاع عن البرنامج أو عن المشروع
القائم أو الجديد من الإدارة العليا اللي هم الرؤساء إلى الإدارة الوسطى. ليش الإدارة الوسطى؟ لأن الإدارة الوسطى هم اللي قاعدين ينفذون المشروع، بالتالي هم اللي يقدروا يدافعوا عنه، هم اللي يعرفوا إيش المبررات اللي تخلي الدولة تصرف على هذا المشروع، هم اللي يقدروا يكتبوا المبررات الحقيقية والرؤساء فوق يوقعوا عليها. إذا نقلت مسؤولية الدفاع، كيف تجيني أسئلة هنا؟ يقول لك الموازنة الصفرية من خصائص أو من مزايا الموازنة الصفرية أنها نقلت مسؤولية الدفاع عن البرنامج من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى، صح فعلا. ولكن لو عكست قلت لك نقلنا مسؤولية الدفاع عن البرنامج من الإدارة الوسطى إلى العليا، قولي غلط. الإدارة العليا إشرافية، لكن اللي يدهم في المشروع يقدروا يدافعوا عنه هم الإدارة الوسطى، والموازنة الصفرية نقلت هذه المسؤولية من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى، تمام؟ وذلك عبر تقييم المبررات والبراهين والوثائق لإثبات جدوى فاعلية البرنامج، وهي مسؤولية مدير الوحدات الإدارية. المديرين كل مدير وحدة يقدم ليش مبرراته، والرئيس يوقع على هذه المبررات. قل لك إنه عشان يعني من الخصائص اللي تميز الموازنة الصفرية، تمام، إنك عشان تقيمي هذا البرنامج أنت لازم تعملي ترتيبات معينة أو تقسيمات معينة. لازم الموازنة الصفرية من خصائصها إنها تتطلب وضع عدد من مجموعات القرار، تمام. يعني إيش مجموعات القرار؟ يعني المشاريع اللي عندك، إيش المشاريع حقتك، مجموعات القرار. كل نشاط يكتب لي إيش المشاريع اللي عنده، ويعمل دراسة تحليلية لكل مجموعة قرار. عندك مشروع 2-3، اكتب لي كل مشروع إيش خصائصه، اكتب لي مبررات اللي تخليني أصرف عليه. إذا من خصائص الموازنة، تمام، إنه ما في أولوية للبرامج القديمة عن الجديدة، إنها نقلت المسؤولية الدفاع من الإدارة العليا للإدارة الوسطى، إنها تطلب منهم إنهم يعملوا إيش عدد من مجموعات القرار، يعني عدد من المشروعات لكل نشاط. نشاط الصحة يقول لي إيش المشاريع، مجموعة القرار اللي عنده، إيش المشاريع اللي إحنا بنبدأ فيها، يقولون لي 1-2-3 عندنا هذه خاصة بنشاط الصحة. الثانيين حقين التعليم يقولون المشاريع حقتنا، مجموعة القرار حقتنا 1-2-3. طيب كل واحد فيكم يعمل لي دراسة تحليلية ويوضح لي إيش المبررات حقت كل مجموعة قرار، يعني حقت المشاريع حقتهم. طيب مزاياها أيضا تتطلب إجراء تقييم وترتيب لمجموعات القرار. طيب إذا أنت عندك وزارة الصحة، عندك المشروع الأول والثاني والثالث، رتبين مين الأولى في الصرف، مين المهم ومين الأهم، تتطلب إجراء تقييم وترتيب لمجموعات القرار. مجموعات القرار خلاص متفق عليها أنها يعني المشاريع في الوحدات الإدارية، تمام، على أساس أهميتها رتبي لي إياها، إيش المهم وإيش الأهم، رتبيها لي حسب الأهمية، بحيث 1 مهم جدا، 2 مهم، 3 مهم ولكن أقل من 2، وهكذا، عشان لما أجي أوزع الاعتماد المالي حقكم أستقطع لكم جزء من الميزانية، أول شيء أدي المهم جدا، بعدين أدي المهم، بعدين الأقل أهمية. هذه من مزاياها، رتبت لي حتى المشاريع، ما تخليني أحس أنا أصرف على مين وطيب هذا ولا هذا، لا، هم يرتبون لك وحسب المتوفر من الميزانية نعطيهم، تمام. طيب أيضا عندنا مجموعة من المصطلحات المهمة الخاصة بالموازنة الصفرية، حتلاحظينها، عندك وحدة قرار وعندك مجموعة قرار وعندك مستويات الجهد، هذه لازم تعرفين كل وحدة إيش تعني. التعريف الفلاني يعني كذا، التعريف الفلاني يعني كذا. طيب وحدة القرار قلنا مجموعة القرار هي البرامج والمشاريع، صح ولا لا، حقة الجهة. طيب إيش وحدة القرار؟ الوحدات الإدارية في الجهة، الإدارة المالية، إدارة الموظفين، إدارة المخازن، إدارة المستودعات، هذه وحدة القرار. شوف إيش يقول لك وحدة القرار، قال لك هي مجموعة من النشاطات اللي يشرف عليها مدير، زي مدير المالية يشرف على إيش النشاطات المالية حقته، صح ولا لا، في منظمة يعني في دائرة حكومية، مما تضمن إيش، تتضمن البرامج والمشاريع والخدمات المتعلقة في هذا الشخص، متعلقة في هذه الإدارة اللي تقع تحت إشرافه،
صرف رواتب، صرف مكافآت، حسن انتداب، هذه تحت تصرفه. وهي تعني إيش؟ كل التقسيمات الإدارية الموجودة في المنظمة والتي يمكن فصلها على حدة لأجل الدراسة والتحليل. أقدر أفصل الوحدة حقة المحاسبة عن الوحدة حقة شؤون الموظفين عن الوحدة حقة المخازن، صح ولا لا؟ إذن وحدة القرار يعني الوحدات الإدارية الموجودة عندك في المنظمة. يعني إيش؟ يعني المدير وإيش اللي يجي تحت إشرافه، الأنشطة اللي يشرف عليها شخص واحد أو مدير واحد، تمام؟ وإيش المشاريع اللي داخلة تحت هذا النشاط حقه، واللي إيش بمعنى إنه التقسيمات الإدارية. وكل تقسيم أنا أقدر أمسك هذه الإدارة وأعمل لها تقييم الحالة، أمسك الإدارة الثانية وأعمل لها تقييم الوحدة. مجموعة القرار يعني المشاريع. طيب ليش إحنا نقول مجموعة القرار يقولون عليها الوحدة أو الوثيقة الرئيسية في الموازنة الصفرية؟ ليش قالوا في مجموعة القرار؟ ليش ما قالوها في وحدة القرار؟ يعني أنا إذا ما عندي مشاريع أنا ما حستخدم الموازنة الصفرية، صح ولا لا؟ إذا ما عندي مشاريع أنا ما حصرف عليها، ما حسوي اعتمادات مالية. إذا مجموعة القرارات يسمونها، شوفي ثلاث مصطلحات، جاتك رسمة قرار، جاتك مجموعة قرار، جاتك حقيبة القرارات، ترى هي وحدها. معنى إيش بالكلام؟ معناها البرامج والمشاريع حقتنا، وهي فعلا الوثيقة الرئيسية في الموازنة الصفرية. إذا ما عندي مشاريع ما عندي موازنة صفرية، كلها نفس الشيء، واضح؟ وتعتبر من مكونات وحدة القرار، إذ يوضع لكل وحدة قرار عدد من مجموعات القرار وتتعلق بخدمة محددة أو مستوى معين. لو جينا نشير كل كلمة مصطلح ونحط اللي احنا عرفنا بداله، قال لك وتعبر عن مكونات وحدة القرار. وحدة القرار إيش هي؟ الإدارات، صح ولا لا؟ إذ يوضح لكل وحدة قرار يعني يوضح لكل إدارة عدد من مجموعات القرارات، يعني عدد من المشاريع اللي تخدم فئة معينة أو مستوى معين. إذن مين الوثيقة الرئيسية في الموازنة الصفرية؟ وحدة القرار ولا مجموعة القرار ولا مستويات الجهد؟ مجموعة القرار، المشاريع اللي تخص كل وحدة قرار، كل وحدة قرار فيها مجموعة، كل إدارة فيها مجموعة من المشاريع اللي مفروض ينفذونها. طيب المصطلح الثالث اللي هو مستويات الجهد، تمام؟ قال لك هي بدائل لمجموعات القرار، يعني ايش بدائل المشاريع هذه؟ ايش بدائل البرامج؟ كل برنامج قلنا له بدائل، صح؟ طيب البديل هذا ايش مستوى الجهد اللي انتوا راح تقدموا لي اياه؟ اذا استعملت البديل هذا حيديني افضل ولا اقل من الخدمه ولا نفس المستوى؟ تمام؟ اذا مستويات الجهد يعني حددي لي البدائل اللي عندك للمشاريع، ايش بدائل المشاريع الموجودة عندك، وقولي لي ايش المستوى اللي هي تشتغل عليه، هتشتغل على مستوى افضل ولا على مستوى اقل ولا على مستوى اعلى، تمام؟ طيب متى يحددوا لي هذا الموضوع ويقولوا لي هي على اي مستوى تشتغل وايش البدائل؟ قال لك هذا يتعد بعد اجراء دراسة شاملة وعادة تقييم تفصيلية لكل برنامج. يعني بعد ما نمسك كل برنامج ونقيم تقييم تفصيلي، احنا نقول هذا البرنامج ايش مستوى جهده، اقل ولا ادنى ولا متوسط ولا عالي بالنسبة للبرامج الاخرى، واضح؟ طبعا مستوى الجهد يقول لك هي وسائل لحث الاداريين على اجراء تقييم شامل لبرامجهم وتقديم او يعني افضل البدائل عندهم، ويحاولوا انهم ايش يكون مستواهم اعلى من المستوى اللي هم كانوا عليه في الفتره السابقه. هذه الثلاثه مصطلحات، تعرفين كل مصطلح، تحفظين الكلام اللي تحته مظبوط عشان تميزينه عن الثاني. لما نجي نطبق الموازنة الصفرية كيف نطبقها؟ قال لك يمر تطبيق الموازنة الصفرية بأربعة مراحل. أول شيء حددي لي وحدات القرار، إيش الوحدات الإدارية الموجودة عندك، هذه الخطوة الأولى. بعد كده حطي لي الكل وحدة إدارية، تمام؟ أو كل مجموعة قرار حطي لي فيها إيش المشاريع اللي هي حتنفذيها، يعني حطي لي مجموعات قرار لكل وحدة قرار، وحدة قرار يعني الإدارة،
حطي لي في كل إدارة إيش مجموعات القرارات لكل وحدة. إذن أول شيء حددي لي وحدات القرار اللي هي الوحدات الإدارية الموجودة عندك، بعدين حطي لي لكل وحدة إدارية مجموعة قرارات يعني مجموعة مشاريع أو برامج، بعدين قيمي ورتبي مجموعات القرار، لأنه هذه من خصائص الموازنة زي ما قلنا قبل شوية، إنها تطلب منا إنه نرتب مجموعات القرار حسب الأهمية. بعد كذا إحنا نعمل الموازنة التفصيلية. تمام؟ واضح يا بنات؟ طيب إيش مزاياها وإيش عيوبها؟ كيف تجي الأسئلة هنا؟ يجي يقول لك من مزايا الموازنة الصفرية، ويعطيك حاجة من إيش؟ من السلبيات، أو يديك حاجة من الخطوات حقت تطبيقها، بالتالي أنت تحفظينها مظبوط. مزاياها بما إنها تطالع المشاريع وتحللها ولازم أقدم لها مبررات للصرف إنها تحسن، تمام؟ وترشد عملية اتخاذ القرار. ليه؟ لأنها تقدم إيش مبررات. ما أعتمد لك اعتماد مالي إلا إذا أنت أقنعتني. طيب بعد كده يتحدد لك البرامج والمشاريع، تمام، اللي تكون مستواها متدني وتوقف الصرف عليها، وتحدد لك البرامج والمشاريع اللي ذات الكفاءة العالية، تمام، وإيش ويستمر الصرف عليها. إذا عملنا هذه الطريقة نلغي المشاريع القديمة القديمة اللي بدون فائدة، سواء كانت قديمة ولا جديدة، بناء على المبررات وعلى التحليل، معناته أنا حوزع الموارد توزيع أفضل، ما حيكون عندي إسراف، تمام؟ كمان يكون عندي من مزاياها إن تحد من الإيش الزيادة في الإيش في الإنفاق بدون وجه حق أو على مشاريع ما هي جايبة همها. تخفيض عبء الضرائب عن كاهل الدافعين لها، الدول اللي يأخذون ضرائب كل ما قدموا خدمة للمجتمع حتخف، لأنه يصير بس يأخذوا ضرائب على المشاريع اللي هم اشتغلوا فيهم، هم ما اشتغلوا إلا على المشاريع الجيدة، لأنهم بناء على التحليل يوقفون المشاريع اللي ما لها داعي أو اللي ما هي جايبة. معنى المضطردة يعني المستمرة، يعني المستمرة، تمام، يعني الصرف المستمر بدون داعي. طيب بعدين تخفض عبء الضرائب زي ما قلت لك، ترفع مستوى الكفاءة والفعالية في الأجهزة الحكومية، تصير الأجهزة الحكومية حريصة على إنها ما تقدم مشروع إلا إذا كان عندها مبررات جيدة وإن المشروع ذو كفاءة عالية عشان تأخذ عليه اعتماد مالي. عليك السلام ورحمة الله. طيب إيش سلبيات الموازنة الصفرية؟ قال لك عدم توفر الموظفين، ما في موظفين يعني مؤهلين لها، عدم توفر البيانات الكافية، حجم الورق اللي تحتاجه مرة كثير، تحتاج وقت كمان يعني مرة كبير، مو كل المشاريع أنا أقدر أعمل لها عملية تقديم مبررات وأعمل لها عملية يعني تحليل جديدة، صعوبة تقييم جدوى كل مشروع وبرنامج سنويا، المبالغة في تقدير مزايا، هذه من عيوبها. أحيانا يجيك يشوف يقول لك من مزايا الموازنة التقديرية المبالغة في تقدير مزاياها، لا ترى هذا من عيوبها، تمام. تخوف وضع الموازنة ومدراء البرامج منها، ليش؟ لأنهم يشيلون هم إنك قدم لي مبررات تستحق عليها إني أصرف لك، هذه من سلبياتها. طيب الآن عرفنا إيش الموازنة الصفرية، عرفنا كيف تشتغل، عرفنا إيش موازنة إيش سلبياتها خطواتها. طب تعالي خلينا نشوف كيف نوزع النفقات حقة الدولة، كيف الميزانية حقة الدولة، الإيرادات حقة الدولة تتوزع على كل القطاعات، تمام؟ نحن عارفين بنات إنه أنا عندي قطاعات كثيرة، عندي زراعة، عندي تعدين، عندي صناعة، عندي غاز، كهرباء، وعندي عندي عندي كثير. طب أنا كيف أوزع النفقات حقتي عليه؟ قل لك لا، ترى فيه اعتبارات وقواعد لازم نأخذها في الاعتبار وإحنا نوزع النفقات هذه، ما نوزعها عشوائيا. طيب إيش هي هذه الاعتبارات؟ نشوفي، يتطلب أسلوب توزيع النفقات العامة إلى جملة من الاعتبارات. واحد، النظرة الشاملة للجميع أوجه الإنفاق، لازم ننظر نظرة شاملة لكل الإنفاق، للزراعة، للصحة، للتعليم، الصناعة، التعليم، الغاز، الكهرباء، الطرق، المواصلات، كلها 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 أنا أحطها في الاعتبار، لازم أنظر النظرة شاملة وأنا أبغى أوسع نفقات حقة الدولة، تمام؟
راعي كمان العدالة في توزيع المنافع، ما أتحيز لحزب معين والفئة معينة أو القطاع خاص ثاني، أتحيز فرضا للصحة وأسيب الزراعة، أتحيز للزراعة وأسيب التعليم، لا لازم أراعي العدالة، إني أوزع المنافع اللي تيجي من الدولة بعدالة. الاقتصاد في الإنفاق مهم، اصرف على المشاريع المهمة اللي تقدم خدمة فعلا، احرص على المشاريع اللي تحقق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع، حدد لي أولياء الأولويات حقت الإنفاق، مين الأولى، مين المهم ومين الأهم، واضح؟ إذن هذه قواعد توزيع الإيش؟ الإنفاق. طيب قلنا النقطة الخامسة، قلنا تحديد الأولويات، كيف أحدد الأولويات؟ إحنا هنقول لك كيف تحددين الأولويات، أديناك معايير معينة بناء عليها تمام تعرفين مين الأولى في الإنفاق. الأولوية الأولى أو المعيار الأول اللي تستعملينه، ترتيب المناطق حسب ضرورتها، طالع للمرافق وشوفي رتبيها، أول شيء الضرورية، بعدين النافعة، بعدين الكمالية. إذا جيتي تنفقي انفقي على الضرورية، في فائض انفق على الأشياء النافعة، في فائض كملي على الكماليات، لكن الترتيب الأساسي حسب المرافق الضرورية، واضح؟ طيب إيش الترتيب الثاني؟ الترتيب الثاني أو المعيار الثاني، رتب المرافق حسب نشأتها، إيش الأقدمية، إيش أقدم شيء الدولة نشأته. إذا ترتيب المرافق حسب نشأتها هيكون على أساس أول شيء مرافق الدفاع، إذا جينا نرتبها حسب نشأتها، صح ولا لا؟ الدفاع أو أي دولة أول ما تبدأ هتبدأ تأسس مرافق الدفاع عشان تحافظ على سيادتها وسلطتها، صح ولا لا؟ بعدين هتيجي بعدها مرافق الرقابة الإدارية، بعدين هتيجي مرافق التعليم، لكن أربعة هتكون المرافق المتبقية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني. هذا إيش هو؟ هذا ترتيب المرافق حسب نشأتها، تحفظين ترتيب المرافق حسب ضرورتها كذا، حسب نشأتها كذا، لأنه حيجي لك ترتيب المرافق حسب ضرورتها ويجيب لك سؤال أو نوع من أنواع العيش المرافق حسب نشأتها، غلط. لازم أنت تتأكدي، يعني ما أجي أقول لك ترتيب المرافق حسب ضرورتها، مرافق تعليم، مرافق رقابة، كل ذي غلط. حسب ضرورتها ضرورية، نافعة، كمالية. حسب نشأتها دفاع، رقابة إدارية، تعليم، اقتصاد. لكن شوفي هذا الترتيب رقم 2 الوحيد اللي قالوا لك إنه يؤخذ على هذا الترتيب، إنه ما يخلو من التقديرات الشخصية. إذا حطي إشارة تحت هذه، ممكن يجي يقولوا لك إنه ترتيب المرافق حسب ضرورتها لا يخلو من التقديرات الشخصية، يقولي لا، ترتيب المرافق حسب نشأتها التاريخية هو اللي في هذه الملاحظة. تمام. بعد كذا ترتيب المرافق حسب طبيعتها، المعيار الثالث، ممكن نرتب المرافق حسب طبيعتها. كيف حسب طبيعتها؟ كلك المرافق حسب طبيعتها، عندنا مرافق الدفاع، وعندنا المرافق الإصلاحية أو التعميرية، وعندنا المرافق التجارية. المرافق حقة الدفاع، شوفي فيه هنا حاجة غريبة انت هتستغربينها، انها داخلة في الدفاع وهي مهمة، حط عليها دائرة. المرافق الدفاع تشمل، انت تعرفين كل واحد يشمل على ايش، لانه الاسئلة هتجيكي كذا دقيقة. طيب المرافق الدفاعية تشمل الجيش اللي هو الدفاع الخارجي، والشرطة والمحاكم اللي هو الدفاع الداخلي، ومرافق الصحة العامة للدفاع ضد الأمراض. شفتي
أنا عمره ما يجي في بالي المرافق الدفاعية، طوال يجي في بالي عسكر وجيش صح ولا لا وشرطة لكن الدفاع عن الأمراض يدخل في المرافق الدفاعية. إذا المرافق الصحة العامة تدخل وين؟ في المرافق الدفاعية، واضح؟ بعد كذا المرافق الإصلاحية أو التعميرية، تمام؟ يقصد بها المرافق اللي الدولة تبغى يعني إيش ترفع مستوى الجماعات فيها، زي مرافق التعليم، تنمية الثروة الوطنية، هذه كلها مرافق إيش إصلاحية، تعمير الدولة نفسها، المرافق اللي تهدف بها الدولة إصلاح مستوى المجتمع، تمام؟ زي تبغى ترفع مستوى التعليم عندها، تشيل الجهل اللي عندنا، تبغى تنمي الثروة الوطنية، هذه كلها المرافق الإصلاحية والتعميرية اللي هي سائل تهدف لرفع المستوى الجماعة. طيب بعد كده تيجي عندنا المرافق التجارية، إيش الخدمات اللي تقدمها الدولة للأفراد بدون حاجة إن تستخدم قوة الدولة الجبرية؟ لما تقول لهم استعملوا البريد غصبا عنكم، استعملوا المواصلات غصبا، فإحنا نقدم لهم خدمة هم محتاجينها، هم حيستعملونها من غير ما نضغط عليهم. هذه هي المرافق التجارية، تشمل المرافق التي تؤدي بها الدولة خدمة للأفراد دون حاجة إلى استخدام قوة الدولة الجبرية في مرافق البريد والمواصلات، واضح؟ هذه من المعايير اللي نستعملها لما نيجي نحدد أولويات أوجه الإنفاق. بعد كده يقول لك أيضا لما نيجي نحدد الإنفاق أحيانا عندنا المفاضلة حسب ظروف الدولة، هذا معيار. إذا كانت الدولة في حالة سلم هتنفق على كل القطاعات بنظرة شمولية، لكن إذا كانت الدولة في حالة حرب فالأولوية إنها تأمن الدولة وبعدين تفكر في الأشياء الثانية. إذا المفاضلة حسب ظروف الدولة، ففي حالة الحرب بتكون الأولوية في الصرف، إني إيش أسوي؟ إني أنفق على إيش؟ على مرافق الدفاع، هي المهمة عندي، أدافع عن الدولة سواء دفاع خارجي داخلي ضد أمراض. لكن في الحالات العادية أنا أوزع الإنفاق حسب إيش الحاجة، لكن وقت الحرب لا، المعيار حقي حيكون المفاضلة حسب الظروف حقتي، أركز على إني أصرف أكثر شيء والأولوية والأهمية هتكون المرافق الدفاع عن الدولة. طيب ثاني شيء من المعايير رقم اللي احنا ناخذها في الاعتبار واحنا نوزع الانفاق حق الدولة او ميزانية الدولة، ان نشوف ايش الاشياء اللي تحقق اكبر قدر من المنفعة للمجتمع واديها اولوية، صح ولا لا؟ يتم توزيع النفقات بموجب هذا القاعدة على اساس المبادئ الاقتصادية. تقول لك انه لا، خلونا نركز على نشوف هذا المشروع إيش فايته بالنسبة للمجتمع، تمام؟ أشوف المشروع الثاني أفضل ولا مو أفضل، يعني إيش؟ يعني أحكم رقابة على الإنفاق بناء على إيش؟ أي فيهم اللي هو يخدم المجتمع بطريقة أفضل، أي واحد اللي عنده مبررات تخليني أنا أنفق عليه. إذا تحقيق أكبر قدر من المنفعة هذه هي خليني أفضل المشروع. يتم توزيع النفقات بموجب هذه القاعدة على أساس المبادرة الاقتصادية اللي تستوجب تحقيق أقصى المنافع بأقل قدر ممكن من النفقات، وهذا الكلام إحنا قلناه، بمعنى أن تبرير النفقة العامة يكون بمقدار المنافع العامة اللي تترتب عليها بالنسبة للمجتمع. إذا والله المنافع عالية أنا أنفق، واضح؟ إذا تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع يتمثل في إني أحصل على أفضل الخدمات بأقل التكاليف. أيضا من المعايير معايير المفاضلة بين المشاريع، كيف أنا أختار مشروع ألف ولا مشروع باء ولا مشروع دال؟ يقول لك أنت عندك ثلاثة طرق للتكلفة تحسبينها عشان تقولي لي كيف تفضلين مشروع عن مشروع، ايش المعايير حقتك؟ قال لك اول شيء تحليل التكلفة الفعلية وتحليل التكلفة والعائد وكثافة استخدام عنصر من عناصر الانتاج وحجم المشروع،
هذه تخليك تفاضلين بين المشاريع. المعايير اللي قبل شوية، معايير كيف أوزع النفقات. الآن أنا عندي معايير جديدة لكنها خاصة بإيش؟ كيف أفضل مشروع عن مشروع. لازم تعرفين لي تحليل التكلفة الفعلية إيش، تحليل التكلفة العائد إيش، تحتضينها حفظ كثافة الاستخدام إيش معناها. طيب لو جينا نتكلم عن تحليل التكلفة والفعالية يعني إيش؟ قلت هذه طريقة عشان نقيم فيها البدائل المختلفة للمشاريع المتوفرة عشان إيش؟ اللي عن طريقها أصل الهدف. طب إذا استعملت التحليل بهذه الطريقة أبغى أطلع البديل الأفضل عشان أوصل الأهداف بأقل التكاليف، أو البديل الأفضل لتحقيق أكبر فائدة، أي تبين حستعمله؟ يملك تحليل التكلفة الفعالية إنك تقارنين، شوفي هذه حطيها تحت خط مقارنة المدخلات على شكل نقود بالعائد أو المخرجات، بس العائد ترى يا جماعة ما يكون على شكل نقود، ما يكون على شكل نقود. زي عادة الأطفال اللي يستفيدون من برنامج التعليم، برنامج التعليم كلفني 1,000,000 صح، المدخلات كنقود 1,000,000، لكن عدد الأطفال اللي يستفيدون من برنامج التعليم، عدد الأرواح اللي راح تنقذ من الموت أو الهلاك نتيجة السيول إذا إحنا نفذنا مشروع يكلف 10,000,000 سدود، بناء سدود. إذن أنا عندي تكلفة، أنا عرفتها التكلفة حقة المشروع، ولكن العائد أو الفعالية حقة المشروع هذا ما أقدر أقيمها بمبلغ مالي، صح ولا لا؟ ما هي نقود مقابل نقود، نقود مقابل أفراد، نقود مقابل حياة أو موت. إذن مقارنة المدخلات على شكل نقود بالعائد اللي هو المخرجات، والمخرجات هذه ما يكون على شكل نقود، زي عدد الأرواح اللي تستفيد تنقذ من الموت إذا نفذنا برنامج للدفاع المدني، مثلا عدد الطلاب اللي يستفيدون من خدمة التعليم إذا نفذنا برنامج للتعليم. واضح؟ شوف التحليل الثاني، تحليل التكلفة العائد، المدخلات، أقارن ما بين المدخلات على شكل نقود بالعائد وبرضو على شكل نقود. نقود ونقود، قبل شوية قلنا نقود عدد أطفال، نقود بإيش؟ بعدد أرواح راح تنقذ من الموت إذا دق الإنذار قبل ما تكمل الحريقة، صح؟ الآن تحليل التكلفة والعائد، بما إنه عائد معناته كمان حيكون نقود. التكلفة نقود إحنا عارفين، الفعالية ما هي نقود، العائد نقود. هي طريقة لتقييم بدائل المشاريع والبرامج حيث يتم فيها مقارنة المدخلات على شكل نقود بالعائد اللي هو المخرجات على شكل نقود، تمام؟ مثل العائد أو التقليل من الخسارة سنويا بواسطة مشروع بناء سد للوقاية من الفيضانات بقدر 32,000,000، صح؟ إيش يعني؟ أنا المشروع حقي ب 32,000,000 وقيمة الخسائر السنوية اللي أنا أخسرها سيارات وأرواح وسكك وإشارات، وبعدين أرجع أعمل بنية أبدأ أنزل مشاريع مرة جديدة عشان تسوي لي ترجع لي الطريق زي ما كان، وأدفع ديات للناس اللي توفوا، وأحط الإشارات بدل اللي راحت وأعوض اللي راحت سياراتهم، هذه تكلفني 50,000,000. تحليل التكلفة بالعائد، أقارن تكلفة المشروع بالفائدة اللي أنا بحصل منها، تجنبني قديش خسارة 50,000,000، 100,000,000، 1,000,000,000، 2,000,000، أقارنهم ببعض، تمام؟ كثافة استخدام عنصر من عناصر الإنتاج، يعني أنتم هذا المشروع يستغل الشباب الموجود عندي يستفيدون منه يشتغلون فيه، زي مشروع القطار الآن كثير من الشباب يتوظفون فيه. إذا استغل إيش؟ عنصر من عناصر الإنتاج، لأنه في أكثر الدول فيها عمالة
ولكن ما عندها رأس مال تبدأ مشاريع كذا، استفيدي من هذه الأعمال، اقطع البطالة أقلها. عشان كذا يقول لك إنه تكون الأولوية للقيام بتنفيذ المشروعات اللي تعتمد كثير على عنصر العمال، على العنصر المتوفر عندك في دولتك. إيش أكثر شيء عندك في الدولة أنت تستفيدي منه، تستفيدين منه ولا لا؟ إذا هذا يميز يخليك أفضل من غيرك في الإيش، في الخيارات. بعد كذا حجم المشروع، طبعا إحنا عندنا مشاريع كبيرة وعندنا مشاريع صغيرة. المشاريع الصغيرة ميزتها إنها ما تحتاج رأس مال كبير، سهل تنفيذها بسرعة، نحصل على إيش، على العائد حقها. وعندي مشاريع كبيرة والله تحقق لي نقلة نوعية، تحقق ضخامة في الإنتاج، قلة في التكاليف، ترفع الاقتصاد بطريقة سريعة. تمام؟ طيب أنا أختار الكبيرة ولا أختار الصغيرة؟ كل دولة حسب حاجتها، الدول كلها تحتاج الاثنين سواء، ولكن يرجعون ويقارنون. تمام؟ لأنه أي اقتصاد لابد ما يحتاج مشاريع كبيرة ومشاريع صغيرة. عشان كذا هم يعملوا دراسة تحليلية، تمام، ويشوفوا تكلفة المشروعات هذه، ويشوفوا فرص النجاح المتوقع لها، ويختاروا الأصلح لكل دولة. بعد كده تجيكي العملات الأجنبية. الدول النامية لازم تعمل دراسة هي قديش تحتاج عملة أجنبية للمشاريع اللي هي تبغى تنفذها، وتحتاج إنها تستقطب إيش، مثلا أجهزة من برا. أجهزة من برا تبغى تسدد قيمتها بالعملة الأجنبية، طب هي تحتاج قديش؟ مهم تعرف حاجتها للعملة الإيش الأجنبية. هذا من الأشياء اللي تخليها تأخذ هذا المشروع ولا ما تأخذه، عندها تسد ولا ما عندها. عندنا بعد كده المشاريع الصغيرة والكبيرة، هذه احنا خلصناها، العملات الأجنبية، العائد الاجتماعي للمشروع. طبعا هذا معيار مرة مهم، انه قديش المشروع هذا راح يأثر على المجتمع، قديش يفيد المجتمع. واضح؟ طيب الآن حندخل على موضوع ثاني، موضوع المعلومات وما أدراك من المعلومات. احنا تكلمنا عنه قبل كده، والآن احنا حنعيده بطريقة سريعة، لأنكم قبل كده احنا تكلمنا عن المعلومات أهميتها، الآن احنا حنتكلم يعني بصفة سريعة عن المعلومات إلى ما ندخل إلى نظام المعلومات الإدارية. طيب إيش هي المعلومات؟ إيش أهميتها؟ أنا لو ما عندي معلومات ما هعرف أقيم، لو ما عندي معلومات ما هعرف أحط بدائل، لو ما عندي معلومات عن المشكلة ما هعرف أجيب حلول لها. وإن المعلومات هي العمود الفقري لجميع مراحل التقييم، كل المراحل مهمة، مهمة المعلومات لكل شيء، كل المراحل. أنت تتخذي قرار مهم، أنت تكتشفي المشكلة مهمة معلومات، أنت تفصلي العرض عن المشكلة الأساسية أنت تحتاجي كمان معلومات، صح ولا لا؟ هذه كلها معلومات أنت تحتاجينها. طيب خلينا نشوف عشان الوقت أهمية المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات التنظيمية. ليش مهمة؟ ليش مهمة المعلومات؟ أول شيء إن المدير لما تتوفر للمعلومات إنه يستفيد من هذه المعلومات وخبرات الدول الثانية وخبرات الإدارات الأخرى. تمام؟ يستفيد من التجارب السابقة، تنمية قدرة المدير على الاستفادة من المعلومات المتاحة. كمان لما تتوفر المعلومات يصير المدير مركز، مو إنه يجمع معلومات، إنه يركز إنه يستفيد من هذه المعلومات، يركز جهده. تمام؟ إنه من خلال هذه المعلومات كيف أطور، كيف أستفيد من هذه المعلومات، أرفع من الأداء عندي. إذن يقوم المدير بترشيد وتنسيق جهده في البحث عن في البحث والتطور في ضوء هذه المعلومات المتاحة. المعلومات تخليك عندك إلمام كامل بالمشكلة اللي موجودة، المعلومات اللي تتوفر عن كل بديل. تمام؟ تخليك تعرف أي البديل الأفضل، طرق الحلول، ترفع مستوى فعالية وكفاءة الأنشطة اللي الإدارات تسويها، تضمن
القرارات السليمة، كل ما كان عندك معلومات كان عندك إدراك أكبر، هتقدر تتخذي قرار سليم في كل الأجسام حقتك لأنه متوفرت لك المعلومات. إذن المعلومات عنصر جدا مهم. طيب لازم نفرق بين حاجتين، بين البيانات وبين المعلومات. مين ينتج مين؟ مهم تعرفين هذه. البيانات قال لك هي حقائق مجردة ومرمزة على هيئة أرقام أو أحرف أو أشكال. المعلومات هي الدلالات المستنبطة من البيانات. البيانات 500 طالبة دخلوا الانتساب. المعلومات دخلنا 500 وقلنا 300 في اقتصاد وإدارة و200 في إيش؟ في الأداء. إذن البيانات هي حقائق مجردة ومرمزة على هيئة أرقام أو حروف أو أشكال. أديتك أنا بس معلومات، قلت لك سجلوا 500 طالبة، هذه بيانات، بيانات لسه دوبها طازة، بس هذا أديتك بيانات. لكن لما اشتغلنا عليها طلعنا معلومات، المعلومات دلالة مستنبطة من البيانات، تمام؟ فرزناهم، دخلنا أسماءهم في الكمبيوتر وفرزناهم، طلعنا بمعلومة، صار عندي علم إنه 300 في الأداب أو في الاقتصاد والإدارة و200 في الأداب، هذه معلومات. إذن البيانات هي المدخلات الخاصة بنظم المعلومات الإدارية، وهي المواد الخام أو المصادر الرئيسية والأولوية للحقائق، وتمتاز بكونها على شكل حروف، على شكل جمل، على شكل أسماء، عبارات، أرقام، لكنها ما هي منظمة، ما أستفيد منها إلا إذا ربطتها ببعض، إلا إذا جزأتها، إلا إذا قارنتها، يعني إلا إذا أجريت عليها عملية معينة، ويمكن معالجتها بالحاسب. إذن البيانات هي حقائق مجردة ومرمزة على هيئة أرقام أو حروف. طب المعلومات إيش هي؟ المعلومات هي مخرجات إيش الشغل على البيانات. المعلومات هي تمثل المخرجات الناتجة عن تشغيل نظام المعلومات أو النتائج النهائية للبيانات. إذن المعلومات نتائج نهائية ليش؟ للبيانات. البيانات هي إيش؟ خام، حقائق مجردة، صح؟ المعلومات هي الدلالات المستنبطة أو اللي استفدتها من البيانات. طب إيش المعرفة؟ المعرفة قال لك المفاهيم والحقائق المستنتجة من المعلومات. بعد ما جبنا المعلومات تيجي رئيسة القسم تقول بعرف الطلبات اللي في قسمي كم، عندي معلومات إنه 300 طالبة دخلت اقتصاد وإدارة، طب بس طالبات قسم المحاسبة كم؟ يجي نشتغل على المعلومات مرة ثانية ونفرز البنات كل واحدة حسب تخصصاتها، صار عندي معرفة، عارفة إنه في القسم هذا 5، هذا 10، هذا 20، هذا 30. هذه هي المفاهيم والحقائق المستنتجة من المعلومات. معلومة ثانية بقول لك إياها، إن المعلومات اللي بالنسبة لك معلومات ممكن تكون لغيرك بيانات، لأن هو يحتاج إنه يشتغل عليها عشان يطلع الغرض اللي هو يبغاه، تمام؟ إذن ترتيبها بيانات، مواد خام، مدخلات خام، يطلع عنها معلومات، مخرجات، تمام؟ بعدين من المخرجات هذه أنا أستنبط معرفة أو أستنتج معرفة. طيب الآن ندخل على نظم المعلومات. إيش نظم المعلومات الإدارية؟ إيش نظم المعلومات بصفة عامة؟ مين يشتغل مع مين؟ هذه بنات تراها سهلة، يعني في أشياء أنا حشرحها، في أشياء أنت حتدرسينها لأنها واضحة جدا. إيش نظم المعلومات الإدارية؟ نظم المعلومات الإدارية، الإدارة مين يشتغل فيها؟ قل لك هي عبارة عن مجموعة من الإمكانيات البشرية وإيش والآلية. أنت تروحين لموظف وتلاقين قدامه كمبيوتر وطابعة وسكان ويشتغل عليها، تمام؟ هذول الاثنين يشتغلون مع بعض وعندهم قواعد، القواعد الموجودة في المالية غير القواعد الموجودة في شؤون الطالبات، غير القواعد الموجودة في الإيش؟ في الشؤون الإدارية، صح ولا لا؟
إذا نظم المعلومات الإدارية هي عبارة عن مجموعة من الإمكانات البشرية والآلية اللي تعمل مع بعضها في ظل مجموعة من القواعد والاختصاصات كل حسب تخصصه. وإيش تسوي هذه؟ هذه تجمع لك وتخزن وتسترجع تمام البيانات، إذا كانت شو الطلبات حقت الطلبات، معدلاتهم، إذا كانت شو المالية، مكافآتهم، الاستقطاعات عليهم، الرسوم اللي دفعوها اللي ما دفعوها. إذا هي تقوم بجمع وتخزين واسترجاع وبث وتحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات المتاحة. أستفيد أقصى استفادة من المعلومات المتاحة لدى المنظمة. طب ليش نستفيد منها؟ عشان أرفع كفاءة العمل الإداري وأقدر أساعد في أنهم يتخذوا قرارات إدارية سليمة في الوقت المناسب. واضح؟ طيب يقول لك مما سبق تستفيدين أنه علاقة البيانات بالمعلومات مثل علاقة المواد الخام بالمنتج النهائي. اتفقنا؟ بيانات أشتغل عليها تطلع معلومات، معلومات أشتغل عليها تصير عندي معرفة. إذن علاقة البيانات بالمعلومات مثل علاقة المواد الخام بالمنتج النهائي. ويمكن القول إنه ما يعد معلومة، حطي عليها خط، هذه مهمة، إنه ما يعد معلومة لشخص معين تمام ممكن يكون بيانات لواحد ثاني. المعلومات لها قيمة محددة، يعني في معلومات بالنسبة لي جدا مهمة، بالنسبة لك أنت ما هي مهمة حسب المستخدم. إذا القيمة حقة المعلومات تكون حسب إيش؟ المستخدم. كل شخص يقدر قيمة المعلومات اللي هو يحتاجها. موارد المعلومات طبعا مختلفة، ما تقدر تحدديها، ممكن تستعمل المعلومات الأكثر من غرض، شيء طبيعي جدا. طبعا هذه المنظومة التاريخية هي كيف الدرجة معالجة المعلومات بواسطة الحاسب. أول شيء بدأوا يستعملون الحاسب بس إنهم يستعملونه في الأعمال المكتبية، بعدين قالوا لا نستخدم الحاسب بطريقة أكثر، بدل ما نخليه طباعة ونخليه كده خلونا نطوره شوية ونبدأ نستعمله بطريقة إدارية أفضل. بدأوا إيش يحجزون فيه التذاكر، يحجزون يستعملونه في الخطوط. بعد كده جاك جيل بعدهم قال لك لا أنا أقدر أستعمل الحاسب وأستفيد إني أستخدم المعلومات بطريقة أفضل، إني أعمل أقدم للمدير حقي خريطة تبين له الموضوع اللي هو يبغى، أدي المعلومات على شكل رسمة، أدي المعلومات على شكل أعمدة. فهذه الأشياء اللي إيش تطور فيها العلم أو المعلومات الإدارية. لكن كان الفضل المدرسة التقليدية، شفت المدرسة التقليدية هذه كان هي لها الفضل اللي وفرت للبيئة الأساسية أو مهدت الطريق أمام وجود إيش الإدارة الحديثة. كان الفضل يرجع لمين؟ كان يرجع للمدرسة التقليدية. واضح؟ إذن عندي أول شيء المدرسة التقليدية بس إنهم كانوا يجمعون المعلومات لأداء العمل بس. بعد كده جورك دخلوا على مرحلة ثانية، بحثوا عن المعلومات على إيش؟ عشان يطورون عملية التخطيط ويعملوا خطط طويلة المدى. بعد كده جاني الطور الثالث، بدأوا يعالجون المعلومات بطريقة أفضل، استخدموا أساليب معالجة الحاسب الآلي، صاروا يطلعون كم هائل من المعلومات باستخدام الحاسب. فهذا الطور التاريخي حقها. الأجيال اللي هم مروا فيها زي ما قلت لك استخدموا أول شيء بس في الطباعة في الأعمال المكتبية، بعدين لا قالوا طوروا وخلونا نستخدمه في اتخاذ القرارات، نحجز وبدأ في نظام الخطوط السعودية يستعملونه. جالك الجيل اللي بعدهم قال لك لا احنا نستعمله كمان أكثر، نحلل المعلومات ونقدمها على شكل رسومات أو على يعني نقدم هذه بحيث أنه نظرة واحدة كده يقدر يعرف نسبة كم الكم، يقدر المدير يقرر بس بنظرة بدل ما يقعد يقرأ القوائم هذه كلها. طيب هذا نظم المعلومات بصفة عامة. إيش نظم المعلومات الإدارية؟ كله زي ما قلنا قبل شوية مجموعة من الإمكانات البشرية والعالية تعمل مع بعضها تمام الهدف. قلنا شو خصائصها؟ إيش خصائصها؟ قال لك هي نظام متكامل يجمع ما بين الإنسان والآلة،
الهدف الأساسي من هذه منظمة المعلومات الإدارية إنه يمدون المنظمة بإيش؟ بالمعلومات اللي هي تحتاجها أثناء تأدية عملها. طبعا المعلومات تساعد تأدية عمليات المنظمة وظائفها، تحليل البيانات، مساعدة في اتخاذ القرارات، تشكل النظام منظومة مترابطة. هذه خصائص النظام. أنا حاول أطلع لك الأشياء السريعة اللي ممكن إحنا نطلع عليها. طبعا هذه الجزئية كلها جدا جدا سهلة. إيش العناصر والوظائف الأساسية للنظام؟ إيش عناصر النظام؟ لو أجي أقول لك نظام إداري، لابد ما يكون عندك حاسب، لابد ما يكون عندك حاسب، لابد يكون عندك إجراءات أنت كيف حتستعملين الحاسب، لابد يكون عندك نماذج خاصة بالتحليل البيانات، لابد يكون عندك مجموعة مصطلحات أنت تستخدمينها في حسب تخصصك، حسب الإدارة اللي أنت تشتغلين فيها. هذه العناصر تمام. أنا أقول لك الأسئلة حيجيلك زي كده، هذه الأشياء التعدادات. أجيب لك مثلا معالجة البيانات، هذه من الوظائف الأساسية، وأقول لك من العناصر والوظائف الأساسية للنظام معالجة البيانات، مثلا مجموعة المصطلحات والبيانات وتطبيق المعلومات. واحدة فيهم صحيحة، الثنتين غلط. لازم تكوني دقيقة وانتي تذاكرين ايش الوظائف الأساسية للنظام. ينظم لك البيانات، يعالجها، يجمع المعلومات، ينتج لك معلومات، يستخدم لك المعلومات هذه، يطبق المعلومات في القرارات المتخذة. طيب متى أقول النظام ناجح؟ وإيش الأشياء اللي تساعد على نجاح النظام؟ وإيش الأشياء اللي تخرب لي النظام كله من الأساس؟ إيش هي تتوقعينها؟ أول شيء محددات النجاح، قل لك لابد يكون المدير فاهم النظام حق المعلومات هذا كيف يشتغل، فاهم كيف حيستخدم هذا النظام. لازم نحدد إحنا إيش المعلومات اللي إحنا محتاجينها، تمام؟ نحدد إيش كمية المعلومات. المعلومات زي ما قلت لك سير، لها أول ما لها آخر. لازم تحددين أنت إيش اللي تبغينه. إذن محددات نجاح وفعالية نظام المعلومات، الفهم السليم لطبيعة ورسالة نظم المعلومات، تحديد نوعية واحتياجك من المعلومات، تحددين كمية المعلومات اللي تحتاجينها. لابد يكون عندك مقياس، تمام؟ تقيسين في قدرة هذا المدير على استخدام المعلومات. ممكن هو المعلومات مرة كويسة بس المدير ما يعرف يستخدمها. المدير لازم يكون فاهم كيف نظام المعلومات يشتغل. هذه المحددات الخمسة هي اللي تحدد نظام المعلومات حقك ينجح ولا يفشل. ممكن يفشل بأي واحدة منهم بأي سبب، تكون أنت محددة وفاهمة كل شيء بس المدير ما يعرف كيف نظام المعلومات يشتغل. ممكن يعرف كيف يشتغل بس إنه ما حدد لك كمية المعلومات اللي يحتاجها، فشتي له كمية معلومات زيادة عن اللازم. طيب زي ما قلنا المعلومات كثيرة جدا جدا بناتي، بالتالي إيش المزايا اللي لازم تتوفر في المعلومات عشان لون أقول لك هذه المعلومات كويسة؟ إيش خصائصها؟ أول شيء الدقة. إيش يعني الدقة؟ هنا كيف تذاكرين؟ هنا تقولين للدقة تعرفين تعريفها. الشمول إيش يعني تعريفه؟ الملائمة إيش تعريفها؟ تعرفينها مضبوط، تمام؟ الدقة يعني نسبة المعلومات إلى مجموعة المعلومات المنتجة خلال فترة زمنية معينة. يعني معلوماتك هل هي دقيقة؟ هل هي مضبوطة؟ ولا بس جمعتي لي معلومات وحشيتي لي معلومات وأنا شيء أحتاجه وممكن شيء أحتاجه بس ما أحتاجه الآن، ما أحتاجه في القرار اللي أنا الآن أبغى أتخذه، تمام؟ بعد كذا الشمول. الشمول يعني إنه المعلومات اللي أنت جبتيها، تمام، متضمنة أو محتوية على الحقائق الأساسية اللي أنا أبغاها. المعلومات اللي جبتيها لي تكون شاملة للأشياء اللي أنا أبغاها، تعني ذلك احتواء المعلومات المتوفرة للحقائق الأساسية اللي يحتاجها المدير عشان يتخذ قرار. هذا الشمول. طب الملائمة أو المطابقة تشبهها بس ترى ما هي. المعلومات الملائمة والمطابقة هي تلك المعلومات اللي توافق أو تطابق احتياج المدير متخذ القرار. الشمول إنها تحتوي، المعلومات تحتوي
تمام على الحقائق الأساسية اللي يحتاجها المدير، لكن الملائمة والمطابقة هي توافق وتطابق احتياج المدير متخذ القرار. عدم التحيز يعني أنت ما قصدتي أنك تتحيزين وتجيبين معلومات معينة عشان المدير يتخذ قرار يتناسب مع أهوائك الشخصية. تمام؟ عدم التحيز يعني غياب القصد في تحريف أو تغيير المعلومات عشان تأثرين على المستخدم، تمام، أو على قرار معين عشان توصلين للنتيجة معينة أنت تبغينها. قابلية القياس مهم في المعلومات، إنك تقدر تقيسيها شكل كمي، ممكن تعمليها على شكل رسمات، ممكن أحد ثاني غيرك يجي ويكلف إنه يقدر يقيسها، ممكن يقيسها. واضح؟ وبكذا أنهينا ولله الحمد والمنة المنهج حقنا، وإن شاء الله ربي يسر لكم أمركم. الأسئلة بناتي حتكون مع الأسف 100 سؤال، ونفرض علينا يعني ما هو بالكير، لكن نفسي ما تكون 80، ولكن هم شافوا أنه 100 هي الأصلح بالنسبة لكم. الأسئلة حتكون عبارة عن صح وخطأ، فلك أن تتخيل يعني 100 سؤال صح وخطأ، يعني حيكون أكيد في نوع من الدقة في بعض المواقع. وعندك أسئلة اختيارية، الأسئلة الاختيارية زي مثلا على سبيل المثال، يعني ما مو شرط هو ذا السؤال، يجي يقول لك معلومة ويقول لك هذه إيش هي. تمام؟ زي مثلا لو جينا قلنا استشراف الوسائل لتحسين كفاءة العمليات الجارية أو لتحقيق غياب مستقبلية، يعني إيش؟ أو أحقق غايات مستقبلية، أبغى أستشرف الوسائل لتحسين كفاءة العمليات الجارية، هذا بحث عمليات، هذا نماذج رياضية، هذا دراسة جدوى، هذا تقييم المستقبل، هذه كلها إحنا أخذناها، ولكن وانت تذاكرين لازم يكون عندك شوية دقة وانت تذاكرين كل شيء، تعرف إيش يعني تعريفه. تمام؟ أقول لكم من الممكن تصنيف الأهداف وفقا للمكان، للزمان، ترتيب المرافق، العوامل الفردية، واحد صح والباقي تتشابه. زي كذا حتجينا الأسئلة بصفة عامة. تمام؟ يعني هذه تجيكي خيارات، تجيكي أسئلة صح وخطأ زي اللي أنا طول الوقت وأنا أقولها لكم وإحنا قاعدين، إنه يعني وإحنا ندرس أقول لك هنا ممكن يجيكي سؤال، هنا ممكن، صح ولا لا؟ حتجيكي زي كذا الأسئلة مناصفة مناصفة 50 صح وخطأ و50 اختياري. يعني أكثرها معتمدة على أنك تعرفي أنواع الأشياء. مثلاً أجي أسألك المشاكل، من أمثلة المشكلة العادية مشكلة تأهيل العاملين، تحديد اعتبارات الفعالية والتوازن، رواتب الأجور، تطور الموظفين، إيش واحدة فيهم صح والباقي غلط؟ واضح؟ التقييم فاكرينه لما فوق صنع السياسة، لما يكون في وقت التنفيذ، لما يكون بعد التنفيذ، ايش المسمى كل واحد وايش هو. البيانات جدا مهمة، اقول لك الفرق بين المعلومات والبيانات، البيانات حقائق مجردة، اما المعلومات فهي دلائل المستنبطة من البيانات. اجي اقول لك البيانات حقائق مجردة، اما المعلومات فهي الدلالة المستنبطة من المعرفة. والله أنا إذا على نفسي أنا سهلها، ولكن أنا مو لوحدي أحط الأسئلة، بس يعني أجيتكم فكرة كده عشان إن شاء الله ربي يسهلها. أنا بالعكس أنا مبسوط لما تكون الأسئلة سهلة وأنتوا تحلون، يعني التعجيز أنا ما أحبه، ولا أنتوا عارفين أكيد، يعني أنت ما سجلتوا معي أنتوا عارفين أنا طبيعي، ولكن يعني إذا اضطريت أنك تحطين 100 سؤال أنت كيف حتحطينها؟ المنهج جدا صغير ومية سؤال، فلابد ما يكون فيها أشياء شوية. تواصلوا معي عن طريق الإيميل، أنا أشوف الإيميل. طيب، استودعتكم الله وأشوفكم إن شاء الله في الاختبار، وربي يسهل لكم كل عسير إن شاء الله. سامحوني إذا أني قصرت أو أسرعت أو تغيبت، طبعا غياباتنا ترى كلها بسبب الأجهزة وبسبب إنه النظام ما يتحمل الضغط اللي عليه.
فعذرا والله يسر لكم، الله يكرم، سامحوني ولا تزعلوا إذا جات الأسئلة ما جات على هوا واحدة فيكم أو إن الصعبة كانت على واحدة فيكم، فهذا خارج عن إرادتي وإرادتكم. استودعتكم الله، بنعطيكم.